وصلتوا لايه؟ كل المعلومات اللي عندنا تاكدت يا فندم، وصلنا للهدف بتاعنا. استدعي قوات طبعا. كان امر خدمه الساعه 5 الصبح جالنا، ودعنا اهالينا وطمنا عيالنا، رددنا قسمك يا بلادي بكل عزة، ما احنا اللي من باقي ولادك مكتوبة لنا. الصبح كان لسه يا دوب يهل نوره، كان كل واحد مننا قايم بدوره، قلب الوطن روح شرف والكل حالف يكتب ويثبت للوطن فيها حدود. عملية مش سهلة وعايزة قلوب عافية، ما يهزهاش ولا أي شيء في الدنيا دي، واحنا ايماننا بربنا وبلدنا غالي، خلانا قد القول وقد المسؤوليه، ايد واحده وقلوبنا كانت على بعضنا، والفرحه كانت باينه في عيننا كلنا. ما هو كل واحد فينا كان عارف اكيد، لا يعيش بطل لا يروح لجنه ربنا، لا يعيش بطل لا يروح لجنه ربنا. كل خطوة مننا كان صوتها كافي، انه يقول للدنيا دي لازم تخافي، كان جنبي صاحبي ودفعتي في نفس المهمة، كان ظهره ليا وقلبه كان ساند كتافي، احساسه شجعني وقواني كتير، وبرغم سنه بس كان قائد كبير، رصاصه كان زي المطر ونشانه صاير. تسلم ايدك يا ابني اللي تتنفف حرير. انا شفت قدامي اسد كاتم جراحه، ولمحت في عيني وقتها حق اللي راحوا. الله اكبر تحيا مصر لما قالها، كان صوته اقوى من رصاصي ومن سلاح، وفي لحظه جات له طلقه في الجنب الشمال، والدم من قلب البطل على الارض سال. نطق الشهاده وقال لي حق اخواتي جبته، غمض عيونه وضمني وعلى كتفي مال، وصاني على امه وقال لي ابوس ايديها، قلب ابتسامه في النعيل ومش ناسيها. شرف الوطن اغلى قوي من اي حاجه، سلم لي على مصر وعلى كل اللي فيها. مع السلامه يا دفعتي، روح للهنا في الجنه بيتك، واحنا هنكمل هنا. انا اللي كان نفسي انولها واموت شهيد، لكني عشت عشان اجيب حقك انا، عشان اجيب حقك انا.